الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أرجو الله أولا التوفيق، وحامدا على فضله الجزيل وستر الجميع، وشاكر الجميع. هذه المقدمة جعلت الكلام واعر، الله إن شاء الله يجعلنا عن ظنكم ويجعل الكلام اللي واعر تبارك الله مستوى المحاضر، من قد الطلاب، من قد زميلي وابني الشيخ أحمد السيدي، وانت تبارك الله محمد، كلكم خطباء، وعلى لحد يقول مستوى من الخطابة قريب منكم، يعوض ذاك ما حد يحاول يقول شي حق. الصدق هو حقيقة اللي ينزل بركة الكلام، وكلامي جزئين، جزء منه قد نقول انه خاص مجاوب بعض الفقرات اللي جات، وجزء منه عام اللي هو الأهم لا نختم به. جزء خاص ان إجازي بالخير الولد والمربي والمعلم والشيخ، شيخ المحاضر سيد أحمد، قال كلام كثير طيب، الحمد لله ضمنه الشكر والثناء، والناس قاعة بمنزلة الولد، وحق الحمد لله ما زين عندهم الشكر الأبناء لوالديهم، وأكثر فيهم يكسر من اللي ضدك إن الوالدين يشكروا أولادهم. يا غير قايل إن ماني مطول ذاك، غير قايل إني حامد الله على نعمته، وراجل المزيد من التوفيق والتعمير والتيسير والترقي في هذا الطريق، لخدمة الدين وخدمة العلم وخدمة الوطن. الأمر الثاني ملي اللي يقدعوا إطاره خاص، إن كثير من الكلمات وفقرات ملي من الحفل جات فيهم كلمات تعزية وثناء على الولد أخوكم عبد الله اللي توفى مال وياسر، ولا نقول إني بفضل الله سمعت فيه كثير من التعازي بداخل الوطن وخارجه، من العلماء ومن الأقارب ومن الأجانب. يا غير نقدر نقول إنه من أبلغ اللي شفت من التعازي هذا الحفل. لماذا؟ قال لي أنا هذا الولد يلعب عنده مكانة عندي، والله عندي فيه رجاء بي اللي شفت فيه من الاهتمام بالدين والاستقامة ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمسك بالقرآن. هذا بفضل الله شفته في أولاد الحمد لله كثير أصغر منه سن، وهذا هو المطلوب، مطلوب للأمة. الحمد لله شفت نسخ مؤمل فيها إنه وعدوا كيفته، وعدوا بإذن الله خير منه، فضل مولانا كثير. وهذا إذن هذه التعزية البليغة اللي عملية، يجازيكم بالخير. في نفس السياق اللي في إطار الخاص وإطار الشكر، هذه المحاضر وسمات محاضر معطى مولانا، اللي عاد كثير من المتدخلين ذكرها المعطى مولانا بخير، جزاهم الله خيرا. يا غير في الحقيقة هي محاضر الميناء ومحاضر الرياض، إذا عاد هو من باب الوفاء اختر ذاك الاسم، وبركة أم لي الاسم اللي ذا كامل الله معطى مولانا كيف إشار الجميع. يا غير حقيقة شاكرين أهل الرياض، وشاكرين الميناء، وشاكرين المحاضر، وشاكرين الأبناء، وشاكرين الأمهات، شاكرين الأمهات به اللي هذه الثمرة حقيقة لا بد فيها من تعاون الجميع، إدارة المعلمين، الأمهات والآباء، المحسنين الداعمين لهذا المشروع المبارك
اللي حقيقة يا الله يكثروا يا الله تزداد عناية الحكومة بهذه المحاور، ويا الله تزداد اهتمام بهم المحسنين لين قالوا الحمد لله ونعرفوها إن هذا اللي فات خدم الجهود إلا معدينهم مستواهم وبصدقهم يا غير لين يجبر الدعم مؤمل إن ذاك إنه يزداد مع أن هذه الجهود اللي متواضعة واللي ما فيها دعم خارجي فيها بركة خاصة وفيها ثمرة في تاريخ الإسلام. فكان الرابع الهجري دولة قالها السلجوق اللي كان فيها وزير جدي قالوا نظام الملك وسمى نظم المدارس وأعطاهم منح وبنايات وشجعهم وازدهر التعليم حتى عاد قال مدارس النظامية. شوف الناس شاك النظامية إنها مدارس الدولة المنظمة هي من السوبر ذاك الوزير يا غير. قال بعض الصالحين إن مع جهوده ونفعه وتشجيع العلم إن ذيك الجهود إنها ربما تعود ضرت من جهة أخرى فسدت النيات. عادوا جو واحدين للعلم يكان مجبر منح ويجوا العلم يكان مجبر رفاهية. على كل حال من قدكم أنتم كإدارة وكمحضرة استقاموا على نهجكم الاعتماد على الله غير من اللي من قد الدولة ومن قد الأغنياء يا الله يتقوا الله وشجعوا هذا النوع شجعوا بعد قاع خدمة للدين وشجعوهم اللي خدمة للوطن ويشجعوه باط لمصلحتهم هما وللأمن. ما يقد يصور مجتمع مسلم فيها أقلية مترفة متبعة للشهوات غافل عن حقوق الآخرين حق الجار وحق العلم وحق الرحم وما سنها في دائرة ضيقة ومخلي كثير من الشعب في الظلم وفي الجهل. هذا ما هو معلوم في الاستقرار. يا الله حقيقة دعمكم بالواقع أنه واجبنا كاملين. السيد العمدة قبيل قال في تعليقه قال إن هذا إنه بعضه عبارة قال مجتمع هش ومهمش. وعلى كل عنده الحق في يقول شيء كامل لا يلفت الأنظار ويزيد به مجتمع واهتمام. يا غير الواقع إن هذا مجتمع مبارك مجتمع فيه ده مجتمع مبارك كيف قالت قبيل ممثلة الأمهات إنه مجتمع يمثل موريتانيا كامل. المجتمع الهش ذاك واللي فيه المخدرات، المجتمع الهش ذاك واللي فيه الفساد، ذاك واللي فيه الفسوق. وفي الحقيقة إن في الحديث الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم إنه استعاذ من شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر. الفساد يدخل من البابين. أنا المجتمع الهش يجبر في الفقراء وذاك يعالج بالمال يعالج بالتعليم يعالج بالأخلاق. والمجتمع الهش واللي يجبر مجتمع الأغنياء ذاك زاد ويعالج. إذن هذا حكما الإطار الخاص. الإطار العام وإن كان شاهد فقرة منه يعني الوطن ويعني هذه الأمة. جزاكم الله خيرا هذه تظاهرة فيها اهتمام بالتربية ونجاح المدرسة ونجاح التعليم أنه يعود فيها جمع وربط مباشر بين التربية والتعليم. كما أن وظيفة الأنبياء حقيقة من أعظم أركانها كما تكرر في القرآن منها مثلا والذي يبعث الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لكن التزكية هي التربية لأن الاهتمام بالخلق مهم. وهذا الحمد لله واضح في هذه المحاضر شجعهم على الزيادة في ذاك. باب التعليم أيضا ذكرت هون ذكروها المسؤولين برنامج عندنا ذاك البرنامج في المحاضرة
إن شاء الله النية أنه يسمى برنامج المحضري، برنامج المحاضرة الإعدادي. الفكرة فيه أنه ينقبض الطلاب حكما نحو 7 سنوات فاتوا جبروا مرحلة من المدرسة ومرحلة من تعلم القرآن، وينقبوا يؤطروا تعطير خاص به اللي حالا في البلاد من جمع بين المدرسة والقرآن مظلوم فيه القرآن، به اللي المدرسة وراها دولة وراها نظام علمي ومدروس، وذاك الوقت اللي نافع اللي قد يحصل فيه الولد معطي للمدرسة، خارج ساعات أخرى معطيها للراحة. يات الناس من باب الاجتهاد تلصق فيه شمل القرآن والعلوم الشرعية. هذا البرنامج به اللي عند الدولة ما يقدر يستغنى عنه، هي اللي عندها الوسائل لتعميمه، يقدر يدخل فيه الحمد لله أكثر من 1,000,000 متعلم من المستويات المختلفة. يا غير الفكرة إن نحاول جزء ولو قليل، ولو 5%، ولو 10% من هؤلاء الأولاد نعدلوا لهم نظام يندار القرآن مكانته المحترمة. نبدأ بما بدأ الله به، يعود ينقبض 4 ساعات والله 5 محضر اللي في النهار، يعلم ينطاول القرآن بجدية وبإتقان وباهتمام بالخلق وبالتربية. ليه هو تجذوك الساعات نقبوا ملي انتلبوا لهم ساعات أخرى؟ ذاك اللي كان قال لنا ما حضر كيف العلوم كيف الحساب وكيف اللغات، هذا أهله الفكرة فيه أنه يعود متافق فيها أهله مركزين على المحاضرة غير مملي عندهم عين شغل المدرسة، يعدل الطريقة قانونية وعملية، يعود قد يترشح الولد الابتدائية ويترشح الإعدادية. إذا نجح الإعدادية يعود ذا البرنامج وفق ويوجه الطلاب إلى 3 جهات. الأولى واحدين منهم ظاهر من تميزهم ونجابتهم وصلاحيتهم العلم ورغبتهم اللي إنهم يقدروا يحصل حول المحاضر، هذا يفرغوا العلم تماما فراه فاتح صار عندهم من الثقافة العامة اللي معاونهم. القسم الثاني يوجه للثانويات بالشعب المختلفة ثم الجامعات، عود أطر للدولة. وقسم ثالث للتكوين المهني ومفصول فيه زاده ومهم. هذه هي الفكرة، والحمد لله فهم بعض الخبراء اللي عاكفين عليها، وانتوما بتجربتكم الحمد لله قيادتكم فيها محاضرة وفيها مدرسة، فيها اللي محمد هذا اللي الحمد لله كان يتكلم مدير مدرسة، ومنها الحمد لله من اللي حضر اليوم الدكتور مختار الحمد اعتذر ذلك. هامنا نعدلوا دراسة، وهامنا أول تجربة نعدلوها في تجربتين، واحدة هون محاوركم انتم والأخرى هك حدا معطمولانا وهون كلهم مراعين فيه معنا ذو الاختيارات لهني، هك مراعين فيه العزلة حتى أن ما قلنا معطمولانا بدأ يعود الحمد لله قرية كبيرة لاهم حاولوها في بلد مكان معزول قريب من معطمولانا يسمى العين، ذلي هون ملي في مدينة ذا كله مزيجته. ينقال عن الإمام مالك وصى الشافعي بعض الروايات أنه يختار المدن أنهم أفضل لنشر العلم، إذن كذلك التركيز على المدينة ولا يجبر فيها ذلك النسبة اللي قد تبقى عن المدرسة من المهام ليش مضايقة المدرسة، مدرسة بنظامها عند الحكومة نراعوا نتيجتها
ولا هامنا ما هامنا وزاحمتها ولا مضايقتها. هذا تعطير هامنا الجزء نراه فيه الأهلية. القسم الآخر قسم به البادية به اللي حقيقة يا الله يفطر موريتان المزية اللي عندهم المزارع المتميزين بها، فاللي متميزين بها عن كثير من الدول هذا اللي عندهم العزلة، وهذا اللي عندهم من النقاء، وهذا اللي عندهم من البعد عن المشوشات. إذا نبدأ التجربتين، واحدة هك في البادية وواحدة هون في العاصمة. هذا فيما يتعلق بالتعليم. الفكرة الثانية متعلقة بالنصرة. الحمد لله العنوان هون عنوان نصرة من عند المديح، الشعاراتكم الأولاد الصغار اللي كلهم ذوك هو عنوان إلا رسول الله. هذا حقيقة حامد مولانا، ونتعاونوا إلين يثمر وينفعنا الله به وينفع به الأمة ويحفظها من الشرور ومن أعدائها. باختصار ملي النصرة وهنالك رأي، على كل حال قابل ليحسن ويطور وتؤسس عليه فكرة للنصرة. شنو هذا الاستهزاء وهذا التحدي اللي صادر ضد المسلمين وموجه لمقدساتهم. يقدين قال انه اكبر مثلين فيه مثلين نعيشهم هذه الايام، واحد في الخارج واحد في الداخل. اللي في الخارج دول من اخرها يعني السويد، والدول اللي فيهم التحدي بالقانون وبدعم من دولهم يتحداوا مشاعر المسلمين، احيانا بحرق المصاحف، احيانا بامور حقيقه اقل ما فيها انه احتقار واستفزاز المسلمين. هذا عندهم جواب بسيط واحد، وقد يعدل شعبيا وقد يعدلوه دول، لا سيما الى خلطوا او دول ما هم دافعين عن دين ولا شاد عليهم دين. هذو الدول اللي صادق فيهم تعيس عبد الدينار وعبد الدرهم. هذو الدول عندهم الشيء عبدهم قالوا الاقتصاد، ويعرفوا هما ان المسلمين قطعا عنهم اكثر من مليار، بعضهم يقول مليار ونص، بعضهم يقول مليارين من المستهلكين. الا لين كفوا عنهم ونقاطعوا بضاعاتهم شعبيا يدوروا يرقعوا نفس النهار. وهذا نقدر نعدلوه، ما هو بين الحكومة. أنا من نفسي قد نقول إن أنا من راسي ماني شارب كوكاكولا وتو، لا ما قلت الحكومة تهربنا علي. هذا اختيار معدل، وأنا ومعدل على أسرتي ومعدل على اللي يسمع لي. إذا ذوك الكفار اللي محاربيننا ومعادينا ما لنا بعد قابضين بضاعتهم، وهذا قرار قد يعود كل حد يعدل على مستواه، لا سيما إذا وسع دائرته شورهله ومعارفه. إلى شا قاعد قرار من الدول عودة قاع أقوى، هي 50 دولة وقرارها بيدها ويجتمعوا دائما. وين هو اجتماع؟ نقولوا على هذيك الدولة لا نقاطعوها من المادة الفلانية، إلا إذا قاطعوها فقط إنما شرب عندها الخمر والله السيجاريت هذا ضرب لها. إذا ياك اللي يجي من الخارج حقيقة علاجه مقاطعة بضائعهم بعزة وبحكمة وما دمعهم عاد اختيارهته، ولسان مخير قد يميل لهذا البضاعة بها اللي فيها مزية بها اللي طبيعية يقولوا بيو والله كذا هي متحوبش. هذه الفاية اللي فيها السم عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن ما بين عنها، وهيك تحدي رغمنا عليها. إلى عادوا بعض الناس اللي مثقفين وكبار وخاجمين، نحن بعض الشعوب اللي على طبيعتنا لما بين عنته ولا قد حد يرغمنا. إذا أجبرنا حكوماتنا قطعا ذاك أنه أقوى. هذا هو الجانب الخارجي ودواه ظان أنه الأفضل أنه ذهو، وقد تعود عنده دوية أخرى وينزاد ذاك كامل ويصنت ذاك كامل وتعدل منه حصيلة. النوع الثاني من الاستهزاء، هذا اللي يخرج فينا يخرج فينا احنا. وآخر هذا المثال، هذا نعوذ بالله
هذا المسيء والله المسيء اللي شيء بعيد من الموضوع امتحان اصدر منه نعوذ بالله شيء من السوء نعوذ بالله اللي في غاية الكفر وغاية الخذلان وغاية الشر. أنا شاكن هذا النوع أنه كل حد عنده نظرة، أنا بعد أختار وركز على نظرة أنه اختراقنا نحن من روسنا، وأن دواه له دواه عدلت أنتوما دواه للأولاد المربين على النصرة، الأولاد المربين على المحبة، الأولاد المربين على الإيمان. به اللي فساد الأولاد جزء منه يرجع للآباء. النبي صلى الله عليه وسلم قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه. إذن القضية قضية تربية، وهذا النوع حقيقة متفاوت الناس في فهمه متفاوت في تطبيقه، وهذا الجزء من النصرة اللي جزء تحصين وجزء أن نعود حقيقة الناس هي اللي لا تتأثر بنا، ما هو العكس. هذا هو اللي الحمد لله عدل شاب من مثل هذا الشباب اللي هنيت عليه ضرك اللي توفى الحمد لله في الدعوة، وقال لكم انه الحمد لله ما هو وحده، امثال الحمد لله ياسري وهو تركه الصغار اللي سمعنا يدعوا له كيف وخير منه، واحمد هذا اللي شيخ ما حضرتكم حالا ذات بشمعايا نفس الدولة كان هو فيه سبقه هو له بشمعايا شور الدول، وبيه اللي انا عادة نختار من واقعي، لكن اللي نعرف انه انا قالني نجبر حد معايا يكملني. ذاك اللي قالني من حماس الشباب والله قطعني من حسن الصور طلع بين الثقافة عمد معايا ولد يدي ذات الدور ذات الدور قد تعرف يا أحمد هذا إزاي الله خير وقد تعرف بأن واحدين الشباب تعرفوهم واحدين ما تعرفوهم في محمد الأبد الله شو يشبر واحدين منهم يدي من مثلكم التوم بيش رغم اللي واحدين أخرين الطلبة والشيخ يقدعون يدادهم الدير اللي حاول هذا اللي تنبي يقوم بشتغل مني هاي وين تبوا شاهدنا هو سالين به الأمام وعلى كل حال هذه المحاضرة بفضل الله حقيقة مبشرة للوطن مبشرة بهذا يشغل الثور والتراحم والتعاون ومبشرة بفتح آفاق التعليم. احنا كنا عندنا مجتمع ومنغلق ما 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 ليس من البر قاع ولا من الصدق ولا من الإنصاف ان ننتقدوه، هو الزشي ويخلى الصيف اللي زبيها ولا قاش الواله ينتقدها ما هم راعي ظروف التاريخ فيها وذاك اللي حولها ذاك بعيد من الإنصاف. يا غير بعد لا نقول انه كان ملخص اللي قائم عليه نظامهم انهم موزعين الادواء تعليم عنده خيام نقال لهم الطلبه والله قبائل نقال لهم الطلبه وحتى القبيله نقال هذه خيمه الطلبه. هذا على كل حال ما به اللي فات نقده ما هو المهم، يا غير المهم ان الطريق الصحيح اللي عندكم انتم. التعليم وظيفه شرعيه ولا هو الحد ولا هو السن ولا هو الذكر ولا هو الانثى ولا هو الشيخ ولا هو اللي كل حد يقدر يقوم به. وحقيقه فتح بعد قاعد المجال كيف عدلته فتح الميتان بارك الله بنا فيكم ما كنت اختار نطول. السلام عليكم ورحمه الله.